نفط المتوسط وغازه قد يفجران حروبا في المنطقة، فقد عصفت الأحداث في قطاع غزة بأحلام الفلسطينيين لحل أزمة الكهرباء والطاقة وإنهاء الحصار الاقتصادي، وذلك بعد أن أجلت شركات مصرية التوقيع على اتفاق لتطوير حقل مارين للغاز على خلفية الأحداث الجارية في غزة. وتعتمد السلطات الفلسطينية على إسرائيل في توفير 90% من احتياجاتها من الطاقة، بينما تحصل على 10% المتبقية من الأردن. ووافقت إسرائيل في يونيو الماضي مبدئياً على السماح بالاستثمار في الحقل المجمد العمل فيه منذ نحو ربع قرن، وقارنت هذه الخطوة بتنسيق أمني مع كل من مصر والسلطة الفلسطينية. تزامن ذلك مع صفقة ترسيم الحدود مع لبنان للسماح له بالتنقيب في غاز المتوسط. ويعد مارين الفلسطيني أحد أقدم الحقول المكتشفة بمنطقة البحر المتوسط الغنية بالغاز، يقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً قبالة غزة، وتقدر احتياطاته بأكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويشكل فرصة كبيرة لتوفير نحو 50% من احتياجات الكهرباء للمناطق الفلسطينية، ومن شأنه أن يخفض فاتورة الطاقة الفلسطينية بما يتجاوز $500 مليار، ويحقق إيرادات قدرها 2.5 مليار دولار على مدى عقدين. ولكن موارده لم تستغل حتى الآن بسبب الخلافات السياسية الفلسطينية والتدخلات الإسرائيلية في تعطيل استغلال السلطة الفلسطينية للحقل والاستفادة من موارده. ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تتعمد إحباط أي محاولة لتطوير حقل مارين لجعل فلسطين تابعة لها بالكامل في مجال الطاقة. ومؤخراً تحركت حماس دبلوماسياً لإعلان رفضها التدخل الإسرائيلي في الملف على الرغم من أنها ليست طرفاً في الاتفاق، وبعثت برسائل برفضها أي استحواذ إسرائيلي على الغاز الفلسطيني من دون أن تستبعد مواجهة عسكرية معها.